ربطك بإحكام بخلايانا المدنية. الساعة 6 برنامج إخباري، إيقاعه مختلف، جديد وسريع، لكن معالجته عميقة، سواء كان الخبر سياسي أو اقتصادي، بيئي أو حتى اجتماعي. هذه السلالة التي ظهرت للمرة الأولى في الأغنية والجغرافيا. كثير من الأحداث بتقطع من أمامنا يومياً، يمكن لأهميتها وأبعادها أن تضيع عن ذهن المشاهد، خاصة مع الزخم الكبير من الأخبار. القنبلة النووية. ميزة الساعة 6 هي التركيز على هذه الأبعاد، تحليلها بتهجين الزوايا ومن مصادر مختلفة، مصادر صحفية طبعاً، وإعادة طرح القضايا بشكل أكثر وضوحاً وبقالب غير تقليدي لنقرب المشاهد من قضايا. ها نحن هناك. قوة البرنامج لجانب طبعاً محتوى المتين هي تقنيات العرض الحديثة المستقبلية فريدة. في الساعة 6 أحضرنا فعلياً غابات الأمازون للاستوديو العربية، طرحنا أزمة المناخ بهذه الطريقة، دخلنا بين أنابيب النفط والغاز لشرح أزمة الأسعار وارتفاعها، و25 كيلو متر عواصف، فيضانات، ظواهر بيئية وحتى فلكية، وصلنا مع المشاهد إلى المريخ. اختصار، عشنا معه التجربة، وهذا ما بيعتمد فقط على الإبهار البصري. فريق عمل الساعة 6 بيشمل صحفيين ومحترفين من قسمي الإبداع والإخراج، كلنا بنشتغل مع بعض جماعياً لتوفير هذه التجربة. الساعة 6 بالنسبة لنا هو نقدر نقول إنه شكل من أخبار المستقبل، بنحاول نستدعي فكرة جديدة للمشاهد علشان نوصل له الخبر بطريقة مختلفة. التحدي بيكون كبير لأنه مفترض إن إحنا بنحاول ندور على زوايا مختلفة في الخبر، بنحاول نعرضه بشكل مختلف للمشاهد. الميزة في البرنامج إنه في تكامل تقريباً شبه تام ما بيننا وما بين الجرافيكس، علشان الجانب الفيجوال في الموضوع هو اللي بيوضح الصورة، يعني كمان إنه الصحفي بيكون عنده رؤية مختلفة للخبر. عالم أو عوالم جديدة لن نهرب إليها من العالم الحقيقي، بل سنمزج فيه الافتراضي والمعزز. كلمات معقدة. صحيح حنين، دعيني أوفر عليك الوقت. جذب الجمهور معادلة كبيرة، شمولية المنتج الإخباري اللي إحنا بنقدمه، طريقة الطرح، طرح الأخبار بشكل سلس ومتكامل، هي أمور أساسية. لكن برضو ما ننسى إنه الجمهور العربي بدأ ينمي طريقة جديدة وسلوكاً جديداً مع سهولة حصوله على الخبر والمعلومة، بيحتاج للمعلومة السريعة، فبتوفرها إلى مواقع التواصل الاجتماعي. هذا تحدي، لكنه بنفس الوقت مكسب، ممكن نقول أداة قياس، لأننا نجد الاهتمام، اهتمام المشاهد على نفس هذه المنصات، ونوصل إليه بطريقة أفضل وأسهل.